أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري محمد أحمد زكي إثر تبادل لإطلاق النار على الحدود أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وجندي مصري. وجاء في بيان لوزارة الأمن الإسرائيلية أن جالانت عبر عن تقديره لالتزام وزير الدفاع المصري بإجراء تحقيق مشترك، وشدد على أهمية هذا التحقيق لمنع تكرار الحادث مستقبلا. على صعيد متصل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا الحادث عابر ولا يؤثر على التعاون المشترك بين البلدين. حدث أمني استثنائي وخطر، بهذه العبارات وصفت مصادر عسكرية وإعلامية إسرائيلية واقعة إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من معبر العوجة نتسان التجاري. تمر ساعات لتتكشف الحقائق شيئا فشيئا. 3 جنود إسرائيليين وآخر مصري قتلوا في تبادل إطلاق النار على المنطقة الحدودية. روايات عدة جرى تداولها بشأن الحادثة، ليصدر بعدها بيان للجيش الإسرائيلي أوضح أن جنوده قتلوا من جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص داخل الحدود الإسرائيلية. تبين لاحقا أنه شرطي مصري، مشيرا إلى أن تحقيقات مشتركة جرت مع الجانب المصري. أما الرواية المصرية فجاءت مختلفة قليلا، إذ أشار بيان المتحدث باسم الجيش المصري إلى أن أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين خط الحدود الدولية وأثناء مطاردته مهربي المخدرات اخترق الحدود وتبادل إطلاق النار، ما أدى لمقتله والجنود الإسرائيليين. عقب الحادثة دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى منطقة الاشتباك، كما وصلت إلى المكان مروحيات قتالية وقوات من وحدة اليمام الخاصة ومسيرات بهدف تمشيط الحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين، في وقت أجرى فيه وزير الأمن يوآف جالانت تقييما مع الجيش ومسؤولين أمنيين. جالانت في معرض تعليقه على الحادثة قال إن الجنود الإسرائيليين نفذوا مهمتهم قرب الحدود المصرية بتفان، لكن الحدث انتهى بنتائج قاسية على حد وصفه. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي وصف من جانبه الجندي المصري الذي قتل بعد قتله 3 جنود إسرائيليين بأنه مخرب، وهو الوصف الذي يطلقه الاحتلال على منفذي العمليات. بالتزامن مع ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجندي المصري نصب كمينا للجنود الإسرائيليين وإنه كان يخطط لقتلهم. حادث جديد يعيد للأذهان حوادث مشابهة شهدتها المناطق الحدودية خلال سنوات مضت، وسط تأكيد من الجانبين على التنسيق الكامل لمنع تكرارها مستقبلا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبر خدمة زوم، كما ينضم إلينا أيضا من القاهرة لواء نصر السالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. أيضا أهلا بكما. أبدأ معك سعادة السفير هريدي، يعني الروايات متضاربة حتى الآن بين الجانبين رغم إعلان التواصل والتنسيق المشترك. الثابت فيها هو مقتل 3 جنود إسرائيليين ومقتل جندي مصري. لماذا باعتقادك كل هذا التضارب حول هذا الموضوع؟ ضيفا مع سيادة اللواء نصر سالم، حضرتك الجانب الإسرائيلي ضخم بشكل كبير جدا من الأحداث اللي وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية في اليوم. ورئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان بعد كل هذه التسريبات والبيانات اللي صدرت عن قيادات الجيش الإسرائيلي قال إنه التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل هيستمر، ووصف ما حدث فجر اليوم بأنه حادث استثنائي عابر. وبالتالي حضرتك احنا يعني امام تضخيم اسرائيلي بشكل لافت للنظر لعمليه ما زال الجانب المصري
بيحقق فيها، وعندما تنتهي تحقيقات الجانب المصري هل هناك هدف سيتم لهذا طبعا. التضخيم؟ يعني حضرتك في سواء الأوضاع الداخلية في إسرائيل أو الحديث الإسرائيلي وحديث نتنياهو الدائم إن إسرائيل معرضة للأخطار من حدودها الشمالية ومن الجانب الفلسطيني ومن إيران، وحضرتك كان في مستشار الأمن القومي الإسرائيلي كان في واشنطن واجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وعلى حسب البيان الذي صدر عن اجتماع لبحث البرنامج النووي الإيراني. الحكومة الإسرائيلية الحالية رفع حضرتك نبرة تعرض البلاد للتهديد، وأنا أعتقد دوت حضرتك يعني هي رسالة أثناء موجهة للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الإدارة الأمريكية لإبداء نعم، المزيد من نعم، التفاهم ابقى مع معي سعادة السفير نتنياهو. حسين. أريد أن أنتقل للواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. يعني في بالنسبة للرواية المصرية، ما يلاحظ أن يعني البيان كان مقتضبا جدا لتوضيح ملابسات هذه الحادثة. هل يبدو من الواضح أن ما قام به هذا الجندي متعلق فعلا بملاحقة مهربين، أم ربما لي هدف آخر؟ في البداية تحياتي لسعادة السفير حسين، وسعيد بوجودي معاه في هذه الحلقة. وتعليقا على هذا الحادث، طبعا البيان المصري هو بيان صادق 100%. بالنسبة لكونه مقتضب أو في عبارات قليلة، لأنه بيان صادق. ليس هناك، أولا هو حادث فردي، ليس له أكثر من هذا التفسير. كون هذا الجندي طارد المهربين مطاردة ساخنة، هو لو كان فيه، يعني لو نلاحظ بعض النقاط، أولا أن هناك سور من السلك أو المانع اللي موجود. هذا المانع لو أن الجندي ليه أي نية كان تسلل من خلال هذا المانع، كان عمل أي ثغرة فيه، ولكن هو دخل من فتح الطوارئ موجودة بيستخدموها كلا الجانبين، سواء كان المصري أو الإسرائيلي، في مثل هذه الحالات الدخول السريع اللي ممكن يستخدمه هذه الفتحة. هو استخدم هذه فتحة الطوارئ دي ودخل، ومعلوم ان الفتحة دي بيبقى في عليها كاميرات متابعة، يعني ما هيش مفتوحة او متسابة بدون لكن رقيب. يعني هناك ده رقم ملاحظات واحد. على هذه رقم اتنين، الرواية سعادة اللواء. يعني أولا، لماذا يقوم جندي بمفرده بملاحقة مهربي مخدرات وليست مفرزة أو فرقة عسكرية أو مجموعة؟ هذا أولا. ثانيا، في كلا الروايتين لم يتضح ما إذا كان تم اعتقال أو مقتل أحد هؤلاء المهربين، لم يظهروا في الصورة إطلاقا، سواء من خلال الروايات المصرية أو الإسرائيلية. يعني انت مستعجل، طب استنى اما اكمل بقيه الروايه طيب وبعدين تفضل. اقول ملاحظاتك. انا هكمل بقيه الصوره، نعم، يعني دي الفكره. اولا هذا الجندي كونه بيطارد مش معنى كده ان هو لوحده، وفي خدمات، في يعني مش في حل ان انا هقعد اشرح ازاي الخدمات بتتوزع وازاي القطاعات المسؤوليه وهكذا. في قطاع مسؤوليته كان فيه موجود مهربين، لسرعة التعامل معهم هذا الجندي ارتأى ما رأى أنه يطاردهم بهذه السرعة مطاردة ساخنة ودخل، وكان في وقت مظلم. كل الكلام ده قبل الفجر أو قبل شروق الشمس، فلم يكن هناك رؤية واضحة بالشكل اللي احنا معتادين عليه. فكونه دخل فعلا واشتبك مع الإرهابيين، هذا الاشتباك جعل الجنود الإسرائيليين يردوا عليه. يعني هنا اللبس حصل من هنا، فتبادل الاشتباك بين كلا الطرفين، أن هذا يتخيل أن هؤلاء مهربين وهم بيردوا عليه بالنيران، حدث ما حدث. وأيا كان فهناك أخطاء، فالتحقيق جاري وكل الملابسات هتظهر تماما. كون البيان مقتضب فده لأنه خرج على سرعة، مش معنى كده أنه بيلغي
كل نقول المعلومات التي سوف تتضح من نعم التحقيق اللي بيجريه كلا الطرفين المصري والإسرائيلي. فعندما يكتمل التحقيق سوف تعلن الحقائق جلية بما لا يدع مجال للتأويل أو للشك. ده نعم. اللي أنا قصدي طيب أقوله يعني. أنتقل لسعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. يعني استخدمت إسرائيل العديد من الأوصاف لهذا أو التوصيفات لهذا الجندي، قالت إنه مخرب، بعضهم قال إنه إرهابي وما إلى ذلك. هل لهذا التعبير الذي تستخدمه إسرائيل في العادة لوصف المقاومين الفلسطينيين أي مغزى في سياق ما حدث؟ هو حضرتك يعني طبعا ده في السياق السياسة الإسرائيلية المعروفة للحديث عن الجانب العربي، سواء الجانب العربي دوت الأشقاء في فلسطين، وفي الحالة حالتنا في حالة اليوم جندي مصري. طبعا احنا في مصر نتحفظ ونعترض بشدة على وصف جندي مصري انه هو مخرب، لكن طبعا التعبيرات الإسرائيلية الصياغات الإسرائيلية احنا تعودنا عليها، لكن طبعا الجندي المصري قام بواجبه على أكمل وجه، وأعتقد إن هو يعني الشعب المصري كله بيحيي بطولته وبسالته وإخلاصه في أداء عمله. وكما أشار سيادة اللواء نصر سالم، هو كان في موقع خدمته وكانت الرؤية تقريبا ده كان في الفجر، ويعني لم يخشى أي شيء ولاحق المخربين. أحب بس أركز على نقطة، إن ما فيش أمن 100% وما فيش حدود بين أي دول مؤمنة بالكامل. مسألة تسلل الإرهابيين أو تسلل حضرتك الهجرة غير التجار في البشر والهجرة غير المشروعة، دي حاجات حضرتك يعني احنا متعودين عليها. واعتقد كان في وقت الحدود المصريه الاسرائيليه في عصابات الدار في البشر بتقوم بتهريب حضرتك افارقه عبر هذه الحدود. من جانبنا احنا في مصر احنا بنبذل قصارى جهدنا لتامين هذه الحدود من الجانب المصري. اما الصياغات الاسرائيليه فنحن لا نتفق معها ونعترض عليها، وفي الحالة دي بنتحفظ بشدة على وصف جندي مصري أنه مخرب. نعم طيب سعادة اللواء نصر سالم، يعني وزيراء الدفاع في البلدين أكد على مواصلة المشاورات والتنسيق وربما التحقيقات في هذه القضية. نتنياهو قال إن هذه المسألة عابرة ولن تؤثر على التنسيق الأمني والعلاقات بين البلدين. يعني إلى أي مدى يمكن أن تبقى هذه المسألة في هذه الحدود، لا سيما وأن الإعلام الإسرائيلي تحدث قبل قليل عن أيضا اشتباكات على الحدود بين مصر وإسرائيل؟ طبعا الموقف اللي اتخذه كلا وزيري الدفاع هو موقف سياسي، موقف قيادة سياسية لها رؤية، وأن هذا العمل هو عمل فردي أيا كان يجب أن يقف عند حده كعمل فردي، سواء كان هذا التصرف أدى إلى ما سوف تظهره التحقيقات، فيجب ألا يأخذ أكثر من حقه. وإذا كان هناك من يريد أن ينفخ في النيران فيجب أن يكون لدى القيادة الرؤية الأكثر وضوحا، وأن يعمل الجميع على استتباب الأمن لكلا الطرفين. احنا بيننا وبين إسرائيل في معاهدة سلام، احنا ملتزمين تماما، جنودنا ملتزمين وفي حالة انضباط كامل بتحقيق مهامهم. ولكن إذا كان هذا العمل زي ما بنقول بالشكل ده، فالتصرف من وزيري الدفاع هو ده التصرف المنتظر والتصرف الحقيقي لكي لا يعني تتزايد أو يزداد الموقف عما يستحقه. هذا الموقف هو موقف فردي والكل أشار إلى هذا، والتحقيقات سوف تظهر أسباب التي أدت إليها أو هذه النتائج، سواء كان في سلبيات في نقاط ضعف أيا كان، فسوف يعمل الجميع على تلافيها لكي لا يعني نضحي بالسلام أو بالأمن من أجل حادث فردي. هذا التصرف كما قلت
هو تصرف محمود من وزيري الدفاع في كلا البلدين. نعم، مشكورك جزيل الشكر اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، كنت معنا من القاهرة. وأكمل مع ضيفي الآخر السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. يعني أنت تفضلت في الجواب على السؤال الأول بأن إسرائيل تعاني من أزمات داخلية وتحاول تصدير هذه الأزمات من خلال التركيز على مثل هذه الحوادث. الآن في هذا الإطار نفسه، هل يمكن أن يتطور الأمر لأن يؤثر على الأوضاع الأمنية والعسكرية وعلى الأوضاع حتى القانونية لشبه جزيرة سيناء ضمن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل؟ يعني أنا أستبعد تماما حضرتك أن هذا الحادث الفردي كما وصفه سيادة اللي هو نصر سالم وهو حادث فردي بامتياز هيؤثر حضرتك على الترتيبات الأمنية الموجودة في شبه جزيرة سيناء. هذه الترتيبات حضرتك كانت جاءت استجابة لخطر إرهابي داهم ولوجود جماعات إرهابية منظمة تنظيم جيد ومدربة عالية التدريب ومعها أسلحة حديثة وأجهزة متقدمة. فطبعا تواجد هذه القوات في شبه جزيرة سيناء وخصوصا حضرتك في الجزء الشمالي الشرقي منها دوت حضرتك في غاية الأهمية بالنسبة للأمن القومي المصري وبالنسبة حتى للإسرائيليين. وأنا أعتقد حضرتك أنه دي زوبعة فنجان تعمد الإسرائيليون افتعالها ومما اضطر معه، يعني اضطر معه بين مزدوجتين، لأن أنا أعتقد دي مناورة من رئيس الحكومة الإسرائيلية إن هو يطمئن الرأي العام الإسرائيلي ويقول إنه دوت حادث عابر واستثنائي ولن يؤثر على التعاون في المجال الأمني مع مصر. أنا أعتقد إنه هيتم تجاوز هذا الحادث وهيظل يظل الجنود من الجانب المصري دائما حضرتك يقوموا بواجباتهم سواء حضرتك للتصدي للإرهابيين أو لأي جماعات إجرامية أخرى في مثل هذه الحالة، جماعات المهربين أو اللي بيتاجروا في المخدرات. نعم، طيب سعادة السفير، يعني اتفق وزراء الدفاع على إجراء تحقيقات مشتركة في هذه الحادثة بالنظر إلى حوادث مماثلة مثل ما حدث في العام 1985 وفي العام 1990 أيضا. هل يمكن أن تسمح إسرائيل باطلاع الجانب المصري على التحقيقات الإسرائيلية الداخلية؟ أشك كثيرا يا فندم. يعني إسرائيل إذا أرادت أن تطلع الجانب المصري هي تطلع الجانب المصري اللي بيحقق أهداف ضيقة جدا يعني، لكن إحنا ما يهمنا ليس التحقيقات الإسرائيلية حضرتك، يعني اللي يهمنا إحنا في مصر هنا التحقيقات اللي ستجريها الأجهزة المعنية والجيش المصري في هذا الموضوع، وننتظر البيان الرسمي الذي سيصدر عن الحكومة المصرية اللي هتوضح فيه لا شك لدي كافة الملابسات المحيطة بهذه العملية. نعم، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كنت معنا من القاهرة عبر خدمة زوم، شكرا جزيلا لك.